السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ألف شهيوة وشهيوة. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي، إن شاء الله تكونوا في تمام الصحة والعافية. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير طاجين ديال الدجاج بالبصلة والزبيب مع السل. جد جد لذيذ وواقف ورائع جدا. بلا ما نطول عليكم غادي نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير في بقية الفيديو. بسم الله على بركة الله، غادي نبداو نحضروا الطاجين ديالنا. اذا هنا في الطاجين درت طريفات ديال الدجاج، انا مستعمله جوج فخيضات، وانتم طبعا طريفات وكذلك الكميه اللي غتستعملوا كتبقى على حساب الرغبه ديالكم. غادي ندير القليل من زيت الزيتون، تقريبا مقياس ثلث كاس الى نص كاس بحال هكذا، وغادي نشعل على الطاجين ديالي. كنقص عليه العافيه مزيان، انا غنكمل له الطياب فوق الفاخر، فقط بغيت باش نزرب الطياب ديالو غنشحرو هنايا عاد نديه يطيب فوق الفاخر. دائما عمروا الطاجين ديالكم، عادوا شعلوا عليه لتفادي انه يطرطق لكم. كذلك الطاجين ضروري ما يتحطش على العافيه مباشره، تكون تحت منه شي حديده ولا شي حاجه اللي غادي تشد عليه شويه السخونيه ديال العافيه. غادي نحتاج ايضا بصيله اللي نكون شلتها بحال هكا على هذا الشكل. انا في المجموع استعملت 4 ديال الحبات من الحجم الكبير، خديت منها هاد الشويه اللي غادي نشحروا مع الدجاج، والباقي غادي نخضر به من بعد. غادي ندير قياسي ديال الملحه، وغادي نخلي هاد الدجاج مع البصله يتشحروا، نغطي عليهم الطاجين، نخليهم تقريبا واحد 5 دقائق بحال هكا. اذا هنا كيف ما كتشوفوا معايا هذيك البصله هي نزلات والدجاج تشحر شي شويه. غادي ندير واحد راس معلقه ديال البزار، واحد نص معلقه صغيره ديال الخرقوم، واحد معلقه صغيره ما عامراش بزاف ديال السكينجبير، وواحد راس معلقه صغيره ديال القرفه، وغادي نزيد واحد ضريس ديال الثومه محكوك اللي يكون من الحجم الكبير، وغندير قطيرات من الماء غير باش ما تحرقليش هاد العطريه، والماء يكون مغلي. صافي، اذا غادي نخلط هاد المكونات مزيان باش هذيك العطريه كتطلق لي مزيان في المريقه ديالي. غادي نزيد واحد العويد ديال القرفه من بعد ما نكون غسلته مزيان، وغادي نغطي على الطاجين ديالي، نخليه كذلك يتشحر واحد 5 دقائق وحده اخرى على ما هاد الدجاج كيتشرب لي اللذه ديال العطريه. اذا هنا صافي، هذاك الدجاج والبصله تشحروا لي مزيان مع العطريه. انا هنا حولت الطاجين ديالي للراس اللي صغر شي شويه لانه ما كتخصوش العافيه مجهده. غادي ندير واحد الحزيمه ديال قزبر ومعدنوس، وغادي نمرق بشويه ديال الماء اللي دائما يكون مغلي، نحاول نخويها غير هكا في الجناب باش ما كننزلش هذيك العطريه اللي شربها لي الدجاج. والقياس درت شي شويه اكثر من نص كاس. اذا دائما الطاجين مرقوا بالماء اللي يكون مغلي او على الاقل دافي، لجوج ديال الاسباب، لان الماء بارد اولا كيبسل الطاجين، ثانيا كيقدر يطرطق لكم الطاجين حيت مع داك لو شوك ديال الماء بارد يتلاقى مع السخونيه ديال الطاجين كيخليه يطرطق. دابا غادي نغطي على الطاجين ديالي واحد ربع ساعه ونرجعوا نواصلوا ان شاء الله. اذا من بعد ربع ساعه ها هو الدجاج ديالي بدا كيدخلوا الطياب وتشرب لي مزيان العطريه. غادي نحاول نعزل شويه هذا الربيع باش من بعد يسهل عليا نحيدو، نديرو هكا جانبا، وغادي نزيد البصله من الفوق. وغادي نبدا كناخذ من هاد المريقه وكنسقي البصله باش كتشرب لي اللذه ديال العطريه. الا خليناها هكا غادا تجي باسله. هاد العمليه غنبقاو طول المده اللي يكون فيها الطاجين يطيب نديروها، كل مره كنحلو على الطاجين ديالنا كناخذو من المرق وكنسقيو به البصله.
ما غنحتاجوش نهائيا نزيدو الماء في الطاجين ديالنا لان البصله كتطلق الماء، فغنكتفيو بهذا القياس فقط. صافي، غادي نغطي على الطاجين ديالي ونخليه يطيب. تقريبا غياخد لي واحد السويعه بحال هكا. هنا من بعد ساعه هو الطاجين ديالي يعني تقريبا واجد، باقي لي دابا غير نزيد الزبيب. غادي نحيد هذاك الربيع والعويد ديال القرفه. وغادي نزيد شويه ديال الزبيب هكذا من الفوق اللي يكون سبق لي غسلته. بالنسبه للكميه فانا مستعمله هنا تقريبا قياس ربعه صغيره 125 غرام. غادي نعاود نسد على الطاجين ديالي ونخلي الزبيب يطيب لمده 10 دقائق تقريبا. نسيت ما قلت لكمش، ملي يكون هذا الزبيب حتى هو يطيب حتى هو نديرو نفس الشيء بحال كيف ما درنا مع البصله، ناخذو من المرق وكنسقيو. اذا من بعد 10 دقائق ها هو الزبيب كيف بدا يعني كيدخلوا الطياب. دابا غادي نعسل. عندي هنا العسل، ممكن تستعملوا السكر ولكن العسل احسن. غنستعمل تقريبا قياس واحد جوج معالق كبار. هاد الطاجين كيجي جد رائع، فيه داك المزيج بين الاذواق المالحه والحلوه اللي كيميز المطبخ المغربي. طبعا اللي ما بغاش يدير العسل يمكن له يكتفي فقط بداك الذوق ديال البصله مع الزبيب. اذا غادي نخلي هاد الطاجين ديالي يتشرب ويتعسل مزيان ويوقف في المريقه ديالو، وغادي نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. اذا غادي نسد على الطاجين ديالي وغادي ندير هاد المعلقه بحال هكا في الجنب باش كيبقى الطاجين مفوه وكيتنفس باش يشرب ويوقف بالزربه. كان هذا هو الطويجين ديال اليوم بالدجاج والبصله والزبيب، من اروع ما يكون من احب الطواجن عندي، حيت كيجمع بين هذاك الذوق ديال الملح والحلو وكيجي معسل ومعلك مزيان، والمذاق ديالو جد جد مميز. نتمنى انكم تجربوه بطريقتي، ان شاء الله غادي يعجبكم. وما تنساوش تخليوا لي الاراء ديالكم والردود ديالكم في تعاليق. نتمنى الوصفه والفيديو ديال اليوم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تبخلوش عليا بالتشجيع، لايك، تعليق، بارطاج ديال الفيديو واشتراك في القناه بالنسبه للزوار الجدد. طبعا ما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد القناه. شكرا على المشاهده، نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله في فيديو اخر ومع وصفه اخرى.